بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، فمئة دقيقة تقل أو تزيد قليلاً تفصل بينكم الليلة وبين غروب شمس يوم العشرين من رمضان، لتبدأ معها ليالي العشر الأواخر من رمضان، فتحل بنا خيراً وبركة وأجراً عظيماً من ربنا الكريم سبحانه. الليلة تحل بنا ليالي العشر الأواخر من رمضان لهذا العام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تسل رعاك الله عما يصحب هذه الليالي المباركة من الخير والبركة والرحمة والعفو والمغفرة وعظيم القدر الذي خصه الله تعالى بها. إنه السباق العظيم الذي يتنافس فيه الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركة. أقوام يحطون رحالهم في الجنة، وآخرون يسعون لفكاك رقابهم وعتقها من النار، وفئة ثالثة تبحث عن الجوار الكريم في صحبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أبواب الجنة المفتحة معشر الصائمين، إنها ليالي العشر الأواخر من رمضان، قلبه النامض وأريجه الفواح وحديقته الغناء، الأعمال بالخواتيم. وقد جعل الله ختام شهركم أيها الصائمون عشرا مباركة متلألئة تلألؤ القمر ليلة البدر في سماء الدنيا. ليالي العشر أجل ليالي العام على الإطلاق، وأعظمها عند ربنا الكريم سبحانه وتعالى. أقسم الله بها فقال: وليال عشر. في بعض الأقوال أنها المقصودة هي الليالي التي عظم شأنها لأجل ما أودع الله فيها من الليلة الكريمة المباركة ليلة القدر. ليلة القدر التي لما وصف القرآن عظمتها وجلالة شأنها اكتفى بالاستفهام الذي يحلق بك في خيال لا حدود له، ليقف العقل عاجزاً عن إدراك مدى ما فيها من الخير والبركة والأجر. فقال الله سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما الذي سيبلغه إدراكك عبد الله عن هذه الليلة وكرمها وبركتها وشرفها؟ أما إنها ليال جعلت فيها هذه الليلة المباركة، فإذا كل استنفار واستباق وازدحام على أبواب الجنة في هذه الليالي إنما هو لطلب إدراك ليلة القدر. ليلة القدر التي جعل الله قدرها عظيما عنده سبحانه فسماها ليلة القدر. ليلة القدر التي جعل الله فيها إنزال القرآن فاصطفى الله تلك الليلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، الله يختار ويصطفي بعض الأمكنة على بعض وبعض الأزمنة على بعض. فهل أدركتم أن الله الكريم سبحانه الجليل العظيم ذا الجلال والإكرام جل في علاه اختار من بين ليالي الدنيا ليلة القدر يكون فيها إنزال كلامه الكريم سبحانه وتعالى؟ فقال عز اسمه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لما وصفها بالبركة جعلها عظيمة الخيرات والبركات، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمقصود بالإنزال كما تقدم في مجلس سابق هو الإنزال جملة، إنزال القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم نزل القرآن بعد منجما على الحوادث والوقائع على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على مدى سن بعثته 23 سنة. هذا القدر لتلك الليلة لأن الله خصها واختارها سبحانه لتكون الليلة التي ينزل فيها كلامه. وإن الأزمنة لتفضل
بما يكون فيها من الحوادث، فكيف بحدث جليل عظيم أذن الله فيه بإنزال كلامه العظيم سبحانه. إنها ليلة عظيمة، هي ليلة القدر، وهي الليلة أيضا التي تقدر فيها مقادير الخلائق، والمقصود به التقدير الحولي السنوي. فإن مقادير الخلائق أنواع ومراتب، منه التقدير الأزلي قبل أن يخلق الله الخلق، فجر القلم بما أراد الله من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ومنه التقدير الذي يكون في أرحام الأمهات ونحن أجنة في بطونهن. ومنه التقدير السنوي، وهو المقصود بالواقع ليلة القدر، فإنه في ليلة القدر تقدر مقادير الخلائق تلك السنة. قال الله عز اسمه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ليلة القدر: يكتب فيها الجدب والقحط والخصب والمطر والحاج والداج والعزيز والذليل وما يكون في سائر تلك السنة. هذه الليلة الكريمة يا كرام، ليلة القدر، من عظيم بركاتها أن الله يأذن لملائكة السماء عليهم السلام بالتنزل، حتى إن الأرض لتعج بهم، فهم في تلك الليلة أكثر من حصى الأرض عليها ومن نجوم السماء. ملائكة تتكاثر وتنزل بأمر الله عز وجل، وفي مقدمهم أمين الوحي جبريل عليه السلام. وملائكة الله لا تتنزل إلا بالخير والسلامة والرحمة والعفو والمغفرة، هي ليلة تزدحم فيها ملائكة السماء عليهم السلام. قال الله عنها: سلام هي، سلام، ليلة سلام، فلا يخلص فيها الشيطان إلى شيء من الشرور والآفات، ولا يقدر فيها شيء من البلاء والمصاب، لأنها ليلة سلام كما وصف الله حتى مطلع الفجر. كل ذلك وغيره كثير جعله الله من خصائص الليلة المباركة التي أودعت في الليالي المقبلة معشر الصائمين. أفرأيت عبد الله إن قيل لك إن زواراً كراماً وضيوفاً يندر مثلهم سيحلون بك في دارك، بالله عليك أي استعداد ستتهيأ له، وأي بذل وإكرام وحفاوة وضيافة تسعى في تقديمها لضيوفك الكرام؟ أما إن زوار الليلة المباركة خلق كريم، ملائكة السماء عليهم السلام، فلتحسن وفادتهم ولتكن في أتم هيئة واستعداد وحال في بيوت الله عز وجل، فإنما ينزلون فيؤمنون على دعاء المسلمين، وهم يدعون لهم بالرحمة والمغفرة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم ربنا، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ليلة ما يزال الصالحون وأهل الخير يبحثون عنها شغفا وحبا وشوقا وطمعا. أما إننا والله كلنا يا أحبة بلا استثناء أصحاب ذنوب وخطايا ومقصرون، وصحائفنا ملأى وميزاننا ثقيل، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ما حلت هذه الليالي المباركة وفيها ليلة القدر، فهي والله فرصة العمر أن يقبل العبد فيها على عفو الله وكرمه ورحمته ومغفرته والخير المبذول والسلام الممنوح في هذه الليالي المباركة، علّه أن يصيب من خيراتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يرغب فيها: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هي ليلة القدر الآتية في الليالي المقبلة أيها الصائمون، فمن ذاك المجتهد الحريص عليها؟ أين المشمرون المجتهدون في البحث عنها؟ يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: التمسوها. بالله، هل وقع في قلبك قبل أذنك هذه الوصية الكريمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلتمس شيئاً مفقوداً عندك أنت تبحث عنه بلهف، بحرص، برغبة، وأنت كما لو فقدت في بيتك مالاً
أو مفتاحاً أو شيئاً ثميناً أو ورقة مهمة أو محفظة، شيئاً ما أنت بأمس الحاجة إليه، بالله كيف بحثك عنه في دارك في حجرتك؟ تقلب الأدراج وتفتح الأبواب وتقلب الأوراق وتبحث هنا وهناك حتى تجد مطلوبك. أيقع في قلب أحدنا في ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من رمضان ذاك الشعور بالحرص والرغبة في البحث والتفتيش والالتماس؟ إن التماس ليلة القدر القادمة في الليالي القادمة أيها الكرام يكون عند قلوب ملئت حبا وشوقا وتعظيما ومعرفة وإدراكا لعظمة الليالي المقبلة. أما إن كل ليالي السنة نحن فيها في انشغال وذهاب ومجيء وكثير من الارتباطات وأعباء الحياة، لكنه الآن آن الأوان والله أن نتفرغ عن كل ذلك وأن نترك الشواغل والصوارف ونجعل كل ذلك وراء الظهور لنستقبل شيئا واحدا فقط، هو جنة مفتوحة أبوابها وعفو رباني كريم يمطر العباد في تلك الساعات والليالي المباركات، لكنها إنما تمطر في آنية من مد إناءه، وإنما تتنزل على من رفع يديه وطلب وسأل، وإنما يفتح الباب لمن طرق. أما النائمون واللاهون والغافلون والراكضون في دنياهم التي لا تنتهي حتى في هذه الليالي المباركة لتمر عليهم ليلة القدر كسائر ليالي العام سواء بسواء، لا يحرك ذلك عندهم ساكنا ولا يقوي فيهم إيمانا ولا يعيد عندهم حسابات، أولئك فئة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالحرمان، حرمان والله. قال فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، فهو المحروم، حرمان والله وغبن وخسارة وحسرة أن تكون حيا بين الأحياء اليوم، فيمن الله عليك ويمد لك في الأجل فتدرك رمضان وتصوم وتقوم ثم تدرك ليالي العشر الأواخر المقبلة بعد دقائق من الآن، ثم أنت لا تصنع فيها شيئا ذا بال ولا تحرص على أن تكون واحدا من الذين يسعدون مدى الحياة بدعوة يرفعها إلى السماء فتقبل عند الله وبعتق رقبته من النار يسعى في فكاكها الليالي القادمة وبمقعد في الجنة يحجزه بدمعة سكبها ودعوة رفعها وقرآن تلاه وصلاة صلاها وقيام بين يدي الله لا يبرح، ما يبرح حتى ينال مطلوبه. حرمان والله وخسارة وغبن وحسرة في القلوب لا يمكن أن تعوض لمن تفوته تلك الليالي، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابها بالحرمان، أجارني وأجاركم الله. تدري لما؟ لأن أي شيء يمكن أن ينشغل به العبد في الليالي القادمة من أمور دنياه ليس شيئا عاجلا يمكن استدراكه في باقي أيام السنة، أما إن فاتت ليلة القدر فبالله من يعوضك؟ أين تدركها؟ أتضمن أن تعيش عامك القادم إلى رمضان لتبحث عن ليلة القدر في ذلك العام؟ أما صليتم العصر اليوم على جنازة؟ ولعلكم تصلون المغرب والعشاء وفي كل فرض، أسألكم بالله هذا الذي صليتم عليه العصر أما أدرك الشهر معي ومعك من أوله؟ وتهنأ مثلي ومثلك، بل والله إني لأحسب أن بعضهم قد اشترى ثياب العيد وتهيأ مثلي ومثلك، لكن أجله كان أقرب إليه من يوم عيده. وأنا وأنت مد الله لنا في العمر وفسح لنا في الأجل وأوتينا فرصة ما أوتيها أولئك الذين انقضت أعمارهم، بالله عليكم هذا لا يعني لنا شيئاً؟ هذا لا يحملنا على تذكر نعمة الله بإدراك هذه الليالي؟ فليرين الله ما يصنع أحدنا شكرا له على النعمة أولا واجتهادا وطلبا للعفو والمغفرة ثانيا وتأسيا بنبي الأمة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم ثالثا. تدري ما أسوتك عليه الصلاة والسلام؟ تدري من قدوتك صلى الله عليه وسلم؟ تدري ما الذي كان يفعله في رمضان؟ شيء كبير جدا اختصرته أمنا عائشة رضي الله عنها في جملة واحدة،
قالت: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. نقطة، انتهى الكلام. الذي يمكن أن تفعله لياليك المقبلة عبد الله هو هذا، عنوانه أن تبلغ باجتهادك في الليالي المقبلة شيء لم تفعله في سنتك كلها، شيء ما صنعته قبل. ولا تظن أنك يمكن أن تصنع شيئا أكبر منه عند الله في غير هذه الليالي. باختصار، أبذل أقصى ما في طاقتك، فإن المطلوب نفيس والله، ولا بد أن يكون الثمن غاليا، جنة وعتق من النار وعفو وسعادة تكتب لك مدى الحياة. فمن ذا الذي، بالله عليكم، من ذا الذي يسعه أن يطلبها فيعرض؟ من ذا الذي يمكن أن يزاحم الخلائق على أبواب الجنة فيتركها لغيره؟ من ذا الذي يمكن أن يكون واحداً من الفائزين بالسعادة والعفو والعتق والرضا والكرامة ثم هو يؤثر بها غيره ويتركها لمن سواه؟ يا قوم، يا قوم، والله إنها ليال مباركة أخبرنا عنها القرآن الكريم وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي والله متاحة لمن عرف قدرها وأقبل عليها واجتهد في طلبها. ونبينا عليه الصلاة والسلام سن لنا سننا حسنة وآتانا من هديه الأكمل عليه الصلاة والسلام ما نتعلم به استثمار هذه الليالي المقبلة أيها الصائمون. تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. جمل تحمل عنوان الاستنفار في ليال لا تحتمل الفتور ولا التقصير ولا التأخير، ليال عنوانها السعي الحثيث لأجل حجز مقعد في الجنة، بذل ما في الوسع لأجل الفوز بعتق الرقاب من النار في ليال كريمة. والله عز وجل منان بديع السماوات والأرض، يعطي ويهب ويفتح لأبوابه تلك الأبواب الموصد الأبواب المشرعة ليدخل العباد منها على أوسع ما يكون رجاء رحمته وطلب ما عنده جل في علاه. أتدري أن ملائكة تؤمن على دعواتك ثم أنت تقصر؟ والله هي أشبه بكون صندوق كبير مليء بالجواهر والكنوز، وفتحت لك باب حجرة فيها أنفس ما يكون من أموال الدنيا، فقيل لك: تفضل وخذ ما شئت واحمل منها ما أردت. بالله عليك، أيسعك أن تقول: أنا الآن مشغول سأنام قليلا وأعود؟ أو تؤثر أن تقضي ساعات أنسا مع الأصحاب وجلسات في مباح؟ هذا لا يفعله عاقل، وإن فعله من يفعله لوصف بالغفلة والحماقة والغباوة. أين هذا المثال مما يقال في ليالي العشر الأواخر وفضل ليلة القدر؟ والله إنها لتبذل فيها الأنفاس خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ما يزيد على 83 سنة. فالله، الله يا كرام، في الجد والاجتهاد والاستنفار الذي عاشه أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في هذه الجمل الثلاث التي قالتها عائشة رضي الله عنها: إحياء الليل، فإنه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، كان طيلة العام إذا قام الليل في سائر أيام السنة يخلطه بنوم، فينام شيئا من الليل ويقوم آخره، ينام ثلثه يقوم ثلثه وينام سدسه، فلا يقوم الليل كله، بل كان يأبى على من أراد من صحابته رضي الله عنهم قيام الليل كله. فلما قال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، قال عليه الصلاة والسلام: لكني أقوم وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إلا في الليالي العشر الأواخر من رمضان فإنها كانت إحياءً. الإحياء معناه ملء الوقت في الليل بالعبادة، وعبادة الليل هي قرآن وصلاة ودعاء وذكر، ليس إلا إحياء، لتعلم أن أي وقت لا يكون في عبادة
لا ذكرا ولا قرآنا ولا صلاة ولا دعاء هو أشبه بوقت ميت ليس حيا، لأنك ما أحييته، فهو وقت ميت في حسابات الآخرة. فإذا أردت إحياءه فإنما يكون بالاتجاه إلى الله والالتجاء إليه وطرق الباب وسؤاله سبحانه وتعالى من واسع كرمه وفضله وعطائه المبذول للعباد في هذه الليالي المباركات. أحيا الليل، فلك أن تدرك أيضاً أن ساعات من انقضاء صلاة المغرب إلى طلوع الفجر وفيها صلاة عشاء فريضة، ثم ما بين ذلك ذكر ودعاء وانقطاع، انقطاع تام إلى عبادة الله، هذا إحياء لليل. فلا تقضي فيه ساعة في غير طاعة وعبادة واجتهاد. كل ما يطرأ عليك عبد الله وكل ما يمكن أن يشغلك في الليالي القادمة فإنه يمكن استدراكه، لكن إن فاتت عليك ساعة من ليلة القدر فمن ذا الذي يعوضك فواتها؟ تقول رضي الله عنها: وأيقظ أهله، يوقظهم استنفارا، لا يريد أن يدخل الجنة وحده، يأخذ أهل بيته الزوجة والأولاد معه. فماذا فعلت بأهل بيتك أنت عبد الله؟ ما صنيعك مع زوجتك مع أولادك؟ أما تريدهم أن يصحبوك في جنة تتنعمون فيها، أهل بيت كرام في الجنة غدا؟ خذهم معك الآن، خذهم بيدك، إيقاظهم، حثهم، ترغيبهم، تشويقهم، مؤازرتهم، معاونتهم، فإن لهم علينا حقا، وإنها أمانة في أعناقنا. وغدا والله إذا دخلت الجنة إن شاء الله لن يكتمل سرورك ولا لذة نعيمك إلا برؤية أهل بيتك معك، ستفرح بهم أيما فرح، خذهم الآن معك. وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. قالت في الجملة الثالثة: وجد وشد المئزر. شد المئزر فيه معنيان: الأول هو كناية عن شدة الاجتهاد في الطاعة والعبادة، كما تقول: فلان يشمر عن ساعده. وشد مئزره يعني كناية عن التعب والنصب والاجتهاد، كما يشد أحدنا عمامته على رأسه وثوبه على وسطه لأنه مشغول بأمر عظيم يريد أن يتفرغ له. والمعنى الثاني كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع تفرغا للطاعة والعبادة، وهذا المتوافق مع هديه عليه الصلاة والسلام باعتكافه في العشر الأواخر من رمضان. أما أنه قد اعتكف صلوات ربي وسلامه عليه، والاعتكاف ترك بيتك للانقطاع إلى بيت الله، فتخرج من بيتك إلى بيت الله، وخروجك من بيتك ترك لدنياك بشواغلها وصوارفها وأعبائها وصخبها وضجيجها وأمورها التي لا منتهى لها، لتأتي إلى بيت الله حيث لا شيء، لا شيء إلا الصلاة والدعاء والذكر والقرآن. بيت الله حيث لا مواقعة للمعاصي ولا غشيان للمنكرات ولا تلطخ بالآثام، بل هو ضيافة في بيت الله وجلوس بين يديه وانطراح عنده سبحانه وتعالى، بقاء أيام معدودات، العشر كلها أو جزء منها أو بعضها ولو بأقل القليل. عنوانه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شعاره: يا رب تركت بيتي وأتيت بيتك، وأتيت بيتك وأنت الكريم، ولن يدخل بيت الكريم أحد فيخرج من غير نوال حاجته، وقد دخلت بيتك يا رب ولك من المطالب والحاجات وهموم الدنيا والآخرة ما الله به عليم. فها أنت منطرح بين يدي الله، ملازم عتبة بابه، مقيم ببيت من بيوته سبحانه، وأنت ليس لك شغل إلا تسبيح واستغفار وحوقلة وتكبير وذكر لله وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وقرآن واستباق إلى الفضائل، يجتمع للمعتكف من العبادات ما لا يجتمع لغيره. يدرك الصلاة من أول وقتها، محافظ على الصف الأول والسنن الرواتب والأوراد والنوافل والمستحبات، ما يزال يستكثر فيما يفوت على غيره كثير كثير كثير. المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم من العظماء وكريم من الكرماء، فجلس عند بابه وقال: ما أبرح حتى تقضى حاجتي. هكذا المعتكف في بيت من بيوت الله. سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة الاعتكاف. اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان، فلما كان العام الذي توفاه الله اعتكف 20، واعتكف
أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم جميعا من بعده واعتكفوا في حياته. اعتكاف يعني انتهاز لفرصة قد لا تتكرر، وهي أيام قد لا تعود، وإن عادت فقد لا نكون بين الأحياء عند عودها. فيدرك العبد أنها الأيام الجليلة النفيسة التي لا يحسن به الغفلة عنها أو التفريط فيها أو الزهد في أيامها ولياليها، هي ساعات مباركة وتمضي سريعا. بحثاً عن ليلة القدر التي ربما كانت ليلتكم القادمة هذه بعد غروب الشمس اليوم، ربما كانت هي. وقد صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في سنة من السنوات: إني أريت ليلة القدر في المنام، ورأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فأمطرت السماء ليلة 21، فوقف المسجد، يعني خر وتقاطر المطر من سقفه الذي كان من جريد النخل، فإذا تقاطر المطر ابتلت الأرض. قال: فانفتل والتفت صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 21، قال: وأنا أنظر إلى أثر الماء والطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ليلة 21، وقيل ليلة 23، والمقصود أنها يمكن أن تكون الليلة، وهي ليلة جمعة، وهي ليلة مفتتح العشر الأواخر، وهي ليلة من ليالي رمضان وأول ليالي الوتر فيها. ففيها أمور مؤكدة، بل اجعل شعارك عبد الله في كل ليلة تمر بك من ليالي العشر بدءا من الليلة، اجعل شعارك وشعورك أنه ربما كانت هذه الليلة. فلا يراك الله إلا مجتهدا منقطعا طامعا في رحمته. اطمع، الطمع في كل شيء مذموم إلا في هذا، إلا في هذا. كن عبدا طماعا. أسوتك خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اطمع، اطمع، فالله كريم والعطاء كبير، اطمع في نيله وأنت بين الخلائق حيا اليوم ولا تدري أين تكون غدا. وسحرة فرعون رغم ما حصل وتوبتهم التي صدقوا فيها، قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا. وهكذا قال أهل الكتاب: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اطمعوا يا كرام، هذا وقت الطمع في رحمة الله والرجاء فيما عنده. ولسان حالك: والله يا رب إني عاجز عن حمدك، طامع في مزيد فضلك. ولن يشبع أحدنا من فضل الله مهما أوتي، لأن أحدنا مهما بلغ من عطاء الله فلا يزال أحدنا فقيرا ذليلا بين يدي الكريم الغني الحميد سبحانه وتعالى. تطمع لأنك مهما بلغت لن ينتهي طمعك إلا إذا استقر بك المقام في جنات عدن بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاجعل شعارك في دنياك بحثا عن رحمة الله، لعلها تكون الليلة. فإذا اجتهدت وبذلت ما في وسعك واستقبلت الليلة التالية، قل لنفسك: لعلها تكون القادمة. لا تلتفت، إياك ثم إياك أن يخدعك الشيطان فيقول لك: هي الليلة الماضية وانتهى كل شيء، فترخي الحبل وتفتر الهمة وتموت العزيمة. أو يعلقك بليلة واحدة من بين ليالي العشر كليلة 27 أو 25 أو ليلة 29 ويزهدك في البواقي. أبدا، إنما هي أيام يا كرام، وكل ليلة فيها ساعات، وقيامك مع إمامك في صلاة التراويح لا تتجاوز الدقائق المعدودات، ومثلها في القيام آخر الليل في صلاة التهجد، وما بينهما وما بينهما. إن انشغلت فيها بمباح من مباحات الدنيا فإنها والله من الغبن، هذا وهو مباح فكيف بغيره؟ نسأل الله السلام. لكن والله إن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر لنا جميعا متسع، فمن قدر على الاعتكاف فاعتكف كل العشر أو بعضها أو الليالي منها أو جزءا منها ما استطاع،
ومن أراد أن يقوم الليل ويدرك الفضل وينصب وينشط ويكون بين ساعات الليالي المباركة إما قائما صف قدميه بين يدي الله، وإما ساجدا قد بللت دموعه خديه، وإما تاليا للقرآن، وإما منشغلا بطاعة وذكر، جماع ذلك إقبال على الله. أنا كنت في أي مكان اجعل شعارك البحث عن رحمة الله ونيل عفوه ورضاه، وهكذا يصيب العبد ما عند الله عز وجل. ليست العبرة بكثرة العمل، إنما بصدق النية والإخلاص والاجتهاد فيما بعد في الاستكثار من الطاعات. هي أيام يا كرام، ومن استصحب شعور الوداع وقرب الفراق تاقت نفسه ورق فؤاده ودمعت عينه. شعور الوداع والفراق القريب أنها قد لا تعود وقد لا تدرك البواقي وقد يفوت. فماذا لو قيل لك عبد الله إنك ميت غدا الساعة 9 صباحا، أو قيل لك إن أجلك سيحين قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل الفجر؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنك لتقضي ما بقي من ساعات هي الباقية في أجلك بملء قلب خالص خاشع طامع في رحمة الله. وهو حق قد يكون، غير أنه غيب عني وعنك، لا ندري متى يكون. فلو استصحبت هذا الشعور أثمر ذلك همة واتقادا في العزيمة وحرصا ورغبة. هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الليالي المقبلة يا كرام، ليالي العشر الأواخر من رمضان. فمن رام الفوز والسعادة وطمع فيما عند الله اجتهد في الليالي المقبلة في العبادات التي شرعت لنا، وأعظمها القيام، قيام ليلة القدر. ولهذا قال في الحديث: من قام ليلة القدر. والمقصود بالقيام الصلاة التي يقرأ فيها القرآن، وصلاة الليل قيام وركوع وسجود وتشهد وسلام. سميت الصلاة كلها قياما لأن أعظم أركان صلاة الليل القيام فيها. القيام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقيام الليل أعظم أركانه الوقوف والقراءة، فلا تمل من طول قراءة إمامك. وإذا صليت وحدك منفردا أو إماما فأطل ما استطعت، فإنه لب الصلاة كلام الله عز وجل، أن تقرأه إذا كنت إماما أو منفردا، وأن تستمتع بسماعه إذا كنت مأموما. افتح قلبك قبل أذنك في قيام ليالي العشر الأواخر من رمضان، عسى أن تجد آية طريقها إلى شغاف القلب فتغسلها، عسى أن تقف مع آية يرتجف لها فؤادك وتدر معها دمعتك، فعسى أن تكون آية تغير مجرى حياتك، عسى وعسى. فالقرآن نور والله وبركة وسعادة، ما دخل قلب عبد إلا أضاء، ولا أنار القلب بالقرآن إلا وجد السعادة في دنياه وأخراه. ولا عاشت القلوب لحظات أسعد ولا أمتع ولا أروع من الاستمتاع بلذيذ كلام الله إن سمعته خلف الإمام أو قرأته في مصحفك. استمتع، هذه أجل عبادات الليالي المقبلة، القيام بالقرآن. فمن صلى مع إمامه الركعات المعدودة ثم انتظر بعد 2 ساعة و3 إلى قيام آخر واقتصر على ركعات معدودة، فلا يزال الباب متسعا لمزيد ومزيد من الركعات. يقوم يصف فيها قدميه فرحا أن الله أذن له في تلك الساعات أن يقف ليقرأ بما معه من القرآن. واركع واسجد وادع ربك وسله مما تحب من أمر دنياك وأخراك. من العبادات الجليلة ثانيا هذه الليالي المباركة يا كرام الدعاء، الدعاء، الدعاء. في جوف الليل آكد أسمع، وفي ثلث الليل الأخير حيث القيام والقرآن أجل ما يكون قربا من الإجابة عند ربنا الكريم. ليال مباركة وعشر فاضلة وأبواب مفتحة وجنان مشرعة ودعوات مجابة وعتق من النار مبذول. من قال يا رب في تلك الساعات أيرد خائبا؟ كلا والله. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها حصيفة رضي الله عنها، وأرادت أن تلتقط أنفس ما يمكن أن يتكلم به الداعي في دعائه. قالت: يا رسول الله،
أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجعلها على لسانك عبد الله بدءا من غروب شمس الليل، قائما وقاعدا في كل وقت، ما تدري والله لعلك تصيبها في ساعة تجاب فيها الكلمة فتنال عفو الله. أما إن نلت عفو الله فوالله لا يضرك ما فاتك من الدنيا بعد ذلك. إن نلت عفو الله هنيئا لك أن تمشي بين الأنام عبدا قد عفى الله عنك. فإذا لقيت الله بالعفو فماذا بقي لك؟ بقي لك أن يكرمك الله بكرامته يوم تلقاه ويأذن لك بنعيم الجنان. هذا العفو نحن نطلبه، نتذلل: اللهم إنك عفو تحب العفو. نثني على الله باسمه الكريم العفو ونصفه بهذا الأمر: إنك كريم، إنك عفو تحب العفو. ثم نطلب هذا العطاء: فاعف عنا يا رب. هذا الدعاء وإن قلت فيه تلك الجملة الكريمة فادع معها بما أحببت، واجعل مطالب دنياك وأخراك، حياتك ووظيفتك ورزقك وزوجتك وأولادك ومسكنك وهمومك وأمراضك وديونك ومشاكلك، كل ذلك اجعله في دعائك. لا أحد يمنعك أن تقف أمام باب الكريم سبحانه الذي يعطي عطاء العباد، وهو سبحانه وتعالى لا يرد سائلا ولا يحرم داعية ولا يخيب راجية. فأنت واقف بباب الكريم في أيام فاضلة، فسله ما بدا لك، لكنك إن سألت فاسأل الدنيا مع الآخرة، واجعل لك نصيبا في جنة ورحمة ومغفرة هناك يوم تلقى الله عز وجل. من العبادات الكريمة ليالي العشر القرآن، سواء صليت به أو قرأته في وردك، واجعل قراءتك للقرآن قراءة من علم عظمة الكلام الذي يقرأه وعلم أنه كلام الرب الكريم سبحانه، ففتح الأبواب لقلبه قبل تلاوة لسانه، وجعل الآيات والسور عبرا وعظات يتحرك بها القلب وتدر بها الدمعة ويخشع بها البدن. من قرأ كلام الله علم أنه الشفاء والدواء والعلاج، النور والرحمة والبركة، السعادة في الدنيا وفي الآخرة. من عبادات ليالي العشر الأواخر أيها الصائمون عبادة عظيمة: طلب العفو والمغفرة والتوبة، أن يعفو الله عنك، أن تخرج من ذنوبك كما ولدتك أمك، أن ترجع بعد العشر الأواخر من رمضان عبدا تقيا نقيا طاهرا أبيض الصفحة، لا شيء قبل، عفى الله عنك. فانطلق في دنياك الجديدة بصفحة بيضاء جديدة ليس فيها ذنوب الأمس ولا سيئات الماضي ولا أوزار ما سبق. قد غفر الله لك وحملت أوزارا جئت فوضعتها في تلك الليالي المباركة، تنطلق بحياة سعيدة عسى أن تكون خاتمة حسنة لك فيما بقي من عمرك. الاجتهاد في العشر الأواخر يا كرام ختم لمسيرة شهر قضاه أحدكم صائما بالنهار قائما بالليل، مجتهدا بقدر ما وسعه الجهد في قراءة القرآن والسعي في الخيرات. فالأعمال بالخواتيم، وخواتيم العشر، خواتيم العشر الأواخر من رمضان خاتمة هذا الشهر الكريم، فمن ختم بخير ختم له بخير. وإنما الأعمال بالخواتيم، والخيل في ميدان السباق إذا قاربت الوصول جدت في المسير، فربما سبق خيل متأخر في انطلاق السباق سبق غيره في المنعطف الأخير. فلا تغتر بالاجتهاد في البدايات إذا فترت الهمم في النهايات. العزيمة العزيمة، فاجتهد واجعل شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد. واجعل همتك وعزيمتك في تلك الليالي الباقية أنك عبد محب راغب طامع فقير منكسر متذلل، تقلب بنعيم واستمتاع في متع العبادة بين يدي الله جل وعلا. هذه العشر الأواخر المنقضية تباعا كلها فضل وخير وبركة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها في العشر الأواخر، وقال: ليلة القدر ليلة 27، وقال: التمسوها في السبع الأواخر فإني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان
منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وقال التمسوها في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في ثالثة تبقى، كل ذلك فتح للأبواب أن يجتهد العباد في البحث عن ليلة القدر المختبئة بين ليالي العشر المقبلة هذه أيها الصائمون. وأي عبادة فتح لك بابها فالزمها، وأي صنيع من عمل صالح يأنس به قلبك وتنشط له نفسك فاستقبل فيها رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه. أيها المباركون، العشر الأواخر في هذه التي ستمضي بنا سريعا أشبه بسحابة ممطرة أظلتنا ثم أمطرت وهطلت، وبيد كل واحد منا إناؤه يجمع فيها من سقي الغيث المبارك هذا ما استطاع، وكل يجمع ما أراد، فمقل ومستكثر. وفي الأخير ما جمعته في إنائك هو حظك الذي ما منعت من غيره، وإنما أنت الذي اكتفيت ببعضه وتركت بعضه. فاستقبلوا هذه الليالي المباركة بأمور أولها العزيمة والنية واستشعار ما فيها من الفضل والخير والأجر والمثوبة. تأسوا بحبيبكم صلى الله عليه وسلم، واجعلوا الليالي المقبلة مليئة أنسا ومتعة بالتقلب في عبادة الله. واعلموا والله الذي لا إله إلا هو أن أسعد الساعات في تلك الليالي المقبلة تلك التي تقضى في دعوة وركعة وسجدة وآية ودمعة وإحسان ومعروف تبذله، إي والله، ثم هي أمتع من كل ما يتمتع به الناس في دنياهم. ومهما اجتهد العبد في ليالي العشر الأواخر وبذل وسعه وشعر أنه كلما مضت ليلة ازداد شوقا للتي بعدها ثم أتت التالية، فهو لا يزداد إلا طمعا ولا يزداد إلا رغبة، فكلما مرت به ليلة ازداد شوقه وتوقه، وهو يجد متعة العبادة ولذتها. هذا الذي يعرف طعم العيد حقا إذا أقبل يشعر بفرحة لا تسعه، لأنه للتو قد عاش منغمسا في لذيذ الطاعة ومتعة العبادة، يرجو أنه قد أصاب رحمة الله، والطمع فيما عند الله كبير. وقد كان السلف إذا رفعوا دعواتهم في رمضان وفي العشر الأواخر منها وجدوها تتحقق نصب أعينهم في أيام العام، هي يقين بما عند الله وصدق توكل فيما عند الله. أما أنتم يا أهل الحرم وقد أتيتم وفودا كراما على الله، فقد جمع الله لكم مع ذلك كله كرامة أخرى، وهي أنكم ضيوف في بيته الحرام كرام وافدون. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله. هذا أشرف وصف يمكن أن تطلقه على إنسان على وجه الأرض، وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أما قلت أخي المعتمر في إحرامك لما قدم لبيك اللهم لبيك، أحرمت ولبيت وما زلت تلبي حتى أتيت فأبصرت الكعبة فجللتك بجلالها فانطلقت في الطواف الدعاء. لبيك عند العرب كلمة إجابة تجيب بها من ناداك، فلما قلت لبيك اللهم أنت أجبت دعوته لك سبحانه بالإتيان، فأجابتك دعوة وجئت تلبي فقلت لبيك. قال: دعاهم فأجابوه. ولأن الكريم كريم سبحانه ويجازي بالخير والكرم، قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، يعني كما أجبت دعوته يجيب دعاءك سبحانه. ثم هو الذي أكرمك وهو الذي أتى بك وهو الذي أوفدك وهو الذي أعطاك ويسر لك، ويريد سبحانه وتعالى أن يمن عليك بمزيد الكرم والعطاء ليجيب دعاك. فلكم كرامة معشر العمار والقاصدين والعاكفين والركع السجود في بيت الله الحرام، أنتم في أعظم بقعة جمع الله لكم فيها بين شرف الزمان وشرف المكان وعظمة كل شيء من حولك. أنت الآن في هذه العشر والله تعيش العظمة بكل أطرافها، عظمة مكان، عظمة زمان، عظمة عبادة، عظمة ركن جليل في أركان الإسلام. بقي شيء واحد، أن تكون أنت عظيماً عند الله.
ولن تعظم عند الله إلا بالافتقار والانكسار بين يديه. أبذل دمعتك وأظهر فقرك وانكسارك، أعظم ما يكون العبد عند الله إذا أظهر عبوديته. إذا ظل ومن عرف أن الله كريم وأنه لا يخيب راجيا ولا يرد داعيا ولا يحرم سائلا، اجتهد في الإقبال على الله، يمد يديه إليه ويرفع حاجته بين يديه، ويقف متضرعا منكسرا سائلا طامعا داعيا، يصيب فضل الله وعفوه. أحسن الظن بالله يا قوم، واجتهدوا واستقبلوا من عمركم ما لعله يكون أبرك أيامكم في الحياة، واجعلوا من الأيام المقبلة رصيدا لكم ما تدرون به ما الذي بقي في أعماركم. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الليالي الكريمة المقبلة تمتلئ خيرة وخيرا وبركة، وإنما يصيبها المتعرضون لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن لله نفحات طوبى لمن تعرض لها، فأصيبوا يا كرام من رحمة الله ونفحاته في هذه الليالي المباركة، وسلوه العفو والعافية، واجتهدوا في أن تطرقوا أبواب السماء، فإنها دقائق إذا مضت لا شيء يعوضها، وإذا فاتت فات معها خير كثير ورحمة عظيمة. واعلموا أيضا أنكم ليلتكم هذه تستقبلون ليلة كريمة، هي ليلة الجمعة، فاجعلوا فيها من عظيم العمل الصالح الذي تتقربون به إلى ربكم الصلاة والسلام على نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم عليه محبوبة عند الله، والله عز وجل قد أحبه وصلى عليه، وأمر الملائكة فصلت عليه، وأمرنا فقال صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجعلوا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم زادا وذخرا وعملا صالحا تستمطرون به صلوات ربكم عليكم من فوق سبع سماوات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأزكى سلام. صلوا على خير مبعوث إلى الأمم وسيد الناس من عرب ومن عجم، صلوا عليه صلاة تبلغون بها جنات عدن وما فيها من النعم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الكريم المنان ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك يا ربي بكرمك ولطفك ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تكتبنا إلهي جميعا في من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر له ما تقدم من ذنبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل، واجعله خالصا لوجهك الكريم. إله الحق يا كريم يا منان، ألزمنا يا رب عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إن الفضل فضلك، والخير خيرك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فكما بلغتنا هذا الشهر الفضيل بكرمك، وبلغتنا العشر الأواخر بلطفك ورحمتك، فبلغنا فيها يا رب عفوك ورضاك، والعتق من النار، والسعادة التي لا نشقى بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وارزقنا برهم أحياء وميتين، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وارزقنا الإخلاص والقبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا حي يا قيوم.
اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا رب بعظمتك التي لا يقوم لها شيء وبقدرتك على كل شيء، نسألك يا رب أن تعجل بالهلاك والعذاب على بني صهيون، فإنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا. اللهم إنهم قد هتكوا حرمة مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم، علمت ربنا أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، وصب العذاب من فوق رؤوسهم، وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. رحماك ربنا رحماك بإخوتنا المستضعفين في فلسطين، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل عبادك المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، تولنا يا رب بولايتك، وأكرمنا بكرامتك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم ربنا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الكريم ونحن المحاويج المساكين البؤساء، ربنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم فأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت كل سائل سؤله، وحقق لكل مؤمل ما أمله. اللهم إن الظن بك كريم، والقلوب متعلقة بجلالك وعظمتك وكريم فضلك وعطائك يا حي يا قيوم. اللهم إليك مدت الأيادي، واتجهت الوجوه، وانتصبت الأقدام، وأنت الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعفو والمغفرة والعتق من النيران يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا، واعف عن أزواجنا، وعن ذرياتنا يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.